سعدية. سعدية بنت عم متولي أبو عاضل. أصل عم متولي برا يا واد، برا 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 فش يا واد، برا برا. سعدية أنا عايز أتجوز سعدية، المبلول عايز أتجوز سعدية. اهدى يا بابا اهدى. أهدي أهدي إزاي؟ ما أنت شايف أخوك عايز ينقطني. لا أهدي إيه؟ ده أنا أشرده هو وهم، ده أنا أطرده من البلد، ده أنا أطرده من الأرض كليته. أناني أني أنا ناسب متولي ابن عوضين؟ يا بابا مش كده صحتك. صحتي؟ بلا صحتي بلا نيلة، وانتوا هتفضلوا ورايا وابقى بصحتي ابدا. وماله يا بابا؟ ماله عم متولي راجل طيب، وبنته سعدية بنت حلال وطيبة، وكلنا ولاد حواء وآدم. امشي يا بنت غوري من وشي، امشي رحلك على عنطور عينك، امشي. مش عايز اشوف حد منكم. ايه؟ السعدية قال أناني اللي كنت بقول عليه عاقل. عاقل وأعقل من أخوه التاني الطائر. طلع انه اسخن منه، اسخن من ست اللاسيدي. الشاي يمكن يخليك تنطق. من ساعه ما جيت وانت ساكت متضايق من حاجه؟ المحامي طلب منك فلوس تاني؟ المحامي قال لي وفر فلوسك مفيش فايده. والاستئناف بيقول انه مش هيجيب نتيجة. ازاي بس؟ الاول كان مطمنك ودلوقتي يقولك مفيش فايدة؟ المحامي فوجئ بالمبايعة يا ماما. تزوير يا ابني، ابوك ما عملش كده ابدا. على ما نثبت التزوير ونروح للخبير، والخبير تقريره يطلع في صفنا او في صفهم تكون فاتت ايام وسنين، واللي ممكن يقول ده صح وده غلط مات. ثم القضية عايزة وقت ومصاريف، هم عندهم كل الامكانيات وانا ما عنديش. يعني ايه؟ هتيأس؟ مفيش يأس من رحمة ربنا. طب هتتصرف ازاي؟ تعرفي يا ماما انا بفكر في ايه؟ بفكر اصرف نظر عن القضية وانت. لا ده مش ممكن ابدا. غريبة، انت دلوقتي اللي بتقولي مش ممكن، والاول كنت مصممة على عدم رفع القضية. الاول حاجة ودلوقتي حاجة تانية. الأول كان عندي أمل إنهم يراهوا ربنا وشرع الله وكل حي ياخد حق، وكنت راضية ولو بجزء بسيط من حقك وحقي. لكن لما لقيتهم خالفوا ضميرهم وغلطوا فيك وفيا قلت ما بديهاش. يانا يا عنايات. طب منين وإزاي؟ ربنا ما بيخلقش حد وينساه يا ابني. هو نعمة بالله، لكن ربنا برضو عرفوه بالعقل يا ماما. وربنا والعقل بيقولوا لك سيب حقك؟ بالعكس، بيقولوا لي حافظ على حقك. يبقى ازاي؟ ما انا جيت اقول لك ازاي ما عجبكيش. اي حاجه انا موافقه عليها الا انك تتنزل عن القضيه، وانا من بكره ان شاء الله هرجع المشغل تاني واشتغل على المكنه. مكنه ومشغل ايه؟ هتعملي ايه في المشغل؟ هشتغل يا ابني، هو الشغل عيب؟ ثم ان المشغل كله بنات وستات وحاجه ما تعركش لحد ما تشد حيلك وتاخد شهادتك وهي حاجة تساعد في القضية. يا ماما فهميني، اللي هيطلع لك من المشغل يا دوبك يعيشنا وبس، لكن يعيشنا احنا والقضية والمحامين والنفس الطويل لا. ثم انت مسؤولة مني مش انا المسؤول منك. انا راجل البيت ولازم اتحمل الامانة بعد ابويا الله يرحمه. ما فيهاش حاجة يا ابني. يا ماما فهميني، انت لازم تقعدي معززة مكرمة وتأكدي ان شاء الله ان انا هرجع لك كل حقوقك. ايوه بس ازاي؟ مش تفهمني؟ انا هتصرف. اتفقنا؟ اتفقنا. دلوقتي بقى ممكن تمضي ورقه التنازل على الاستئناف. بكل سرور. اقر انا حسام كامل الورداني انني قد تنازلت عن الاستئناف المرفوع منا في القضية رقم، افتكر نسيب البيانات دي فاضية والمحامي بتاعكم يبقى يملاها. طيب طيب سيبها على بياض. وادي امضتي. دلوقتي بقى حسب كلمة الشرف اللي بيني، أنا ما عنديش مانع إنك تشتغل عندي مقابل إمضتك على التنازل ده، وهديك 5 جنيه في اليوم.
اهو تشرف على الارض وتاخد بالك من الفلاح. شكلك كده ينفع خولي تمام. اللي تشوفه يا ايهاب. ايهاب به من فضلك. حاضر يا ايهاب. اي حاجه انت المسؤول قدامي. اي حاجه تسرق من المحصول انا مش هحاسب الا انت. ان شاء الله يا اخويا مش هتحصل اي سرقه. حكايه اخويا دي ما احبش اسمعها. وبعدين الناس تصدق الكذبه زي ما انت مصدقها. حاضر. اي خدمه تانيه هاني؟ اسمع ما اقولك. امك دي تدرى في البندر خالص، مش عايزه اشوف وشها هنا. واذا قالت انها كانت متجوزه كامل الورداني، لا انت ولا هي هيحصل لكم. طيب حاضر. واسمع ما اقولك. انا بديك 5 جنيه وانا عارف انك تستاهل 2 بس. بس انا بقى بديهم لك بمزاجي. اه اعتبرهم حسنه تصرف بهم على نفسك وعلى امك الغلبانه. كتر خيرك يا هبي. الصبح بدري تاخد عربيه الانفار اللي بتيجي من مركز على هنا واني هبقى اقول لك تعمل ايه. يلا مع السلامه. استنى. خد. يمكن تحب تشيل لنفسك قميص ولا حاجه. متشكر، مالوش لزوم يا هبي. يا راجل خد، دي أجرة يوم هبقى أخصمها بعدين. أنا عمري ما عملتها مع حد واديته مقدم قبل كده. وما تنساش إنك أنت اللي رفضت تاخد مقابل التنازل غير شغلك معايا. حصل. يلا خد مع السلامة. هايل هايل يا إيهاب، ما يتخافش عليك. ولسه يا ما نفسي اشوف مناخير امه في الارض زي ابنها. واحده واحده يا ماما. مش كان واجب تقول لخالك ان ابن سلمى هيشتغل عندك؟ هو انا كل ما اعمل حاجه تقولي لي خالك؟ خالي عمل اللي عليه خلاص. سيبيني بقى اعمل اللي انا عايزه. ممكن افهم بتعيطي ليه دلوقتي؟ عايزني افرح؟ عايزني زغرط اللي رحت برجليك لحد عدوينك تتنازل عن كل حقوقك عشان تشتغل عندهم بالاجره؟ ده اخره صبرنا؟ ده وعدك ليا يا حسين؟ يا خيبه املي، يا خيبه املي. دلوقتي بس مات كامل الورداني. يا ماما ممكن تهدي وانا فاهمك عملت كده ليه وهعمل ايه. انت السبب يا متولي، انت اللي خرجت ابني عن طوعي وزي ما وقعتها تصلح وايه اللي حدفينك هنا مكانك. انت فاهم هو اللي فيده بس انا ابني مش ممكن يتجوز بنتك. ما انا قلت له كده، قلت له هتوافق ابوك وانا وبنت تحت امرك. لا شغل المسكنه دي مش عليا انا، شغل حل احوج ده مش معايا، مش انت تعملها انت وبنتك واني ادفع ثمنها. حموده ده حاجه كبيره قوي عندي، واللي ياخده مني من غير رضايا يا ويلو مني. انت فاهم وعاوز نعمل ايه بس يا سيد الرجال؟ ما انا قلت لك اللي فيه بنتي احكمها كويس وانت خد ابنك تحت جناحك وبعده عننا. لا مش هو ده الحل. اسمع اللي اقول لك عليه وتنفذه بالحرف الواحد. انت عليك بنتك وكمان عليك ابني. مش فاهم. افهمك. انا هقول لحموده انني موافق على جوازه من بنتك. موافق؟ موافق ازاي وانت مبهدلني كده؟ هقول له اني موافق كده وكده يعني، ولما نيجي انا هو نطلبها منك انت ترفض. ارفض؟ ايوه لازم انت اللي ترفض، انت اللي تبيع، انت اللي تقول لا. هي دي الطريقه الوحيده اللي انا اقدر ارجع بيها حمودي. قول لي انك اديت فيها كلمه، فاهم؟ ايوه. ساعتها بس هاجل الدين اللي عليك للزرع الجاي، ومش هاخده كله كمان، هقسطه عليك. كتر خيرك يا خيبة القوية، يا ريتني وافقت على زيدان الناغي. هو زيدان ابن عويس هو اللي طلبها منك؟ ايوه طلبها، وهو من توب لو احنا من توب. بس مفيش بس ولا حاجة، ما دام طلبها منك يبقى لازم توافق. المهم سعدية بنتي توافق، ده شرع ربنا. توافق غصب عنه. احنا من امتى حرمنا ليه كلمة؟ انت لازم تجوزها لزيدان وتحكمها كويس، واني من ناحيتي هبقى ساعدك بقرشين. كتر خيرك. نشوف. وعلى كل شيء اسمه نصيب. متولي
ما تلفش وتدور معايا يا متولي. اللي أنا أقول عليه يتعمل بالحرف الواحد، أنت فاهم؟ ده أنا عاصم الطرشوب يا متولي. أنت عاوز تعمل راسك براسي؟ ده أنا فينك؟ ما عشت ولا كنت يا سعادة البيه، ما عشت ولا كنت، أنت فين وأنا فين؟ أما نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. صدق الله العظيم. صدقيني يا ماما كان لازم اعمل كده، اشتغل بطريقتهم، اتمسكن لحد ما اتمكن منها، بقى قريب منهم واكسب ودهم، ومنها وقعهم كلهم في بعض. لا دي مش اخلاقك يا حسام. من عشر الام بقى واحد منهم، وانا عايز ابقى واحد منهم، منها نعيش ومنها اكسب ثقتهم. مش عيب ان الانسان يطاطي لحد ما يوصل لحقه. انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ ايه اللي بتفكر فيه؟ حاجات كتير. صدقني مش هتقدر عليهم. هقدر، وهي دي البداية اللي هشوف فيها نهايتهم كلهم. ازاي يا ابني ازاي؟ بابا حذر فذر، مين هنا؟ حمودي. اكيد حمودي، اني عارف انه مش ممكن يستغنى عني ابدا. ولا حمودي، حمودي هو انت؟ ازاي صحتك يا بابا؟ كانت بومب قبل ما اشوفك. لكن قول لي، انت سايب دروسك ومذاكرتك وجاي ليه يا ولد؟ اجازه نص السنه. كنت خليك مع ابن عمك جنب عمك. لكن قول لي، هو لسه بعافيه؟ لسه. ربنا يشفيه، الله يجازي اللي كان السبب. بعدين ملوش في التجاره، يجازف بروحه وفلوسه ليه؟ لكن هنقول ايه، دنيا ملهاش امان. بقيت حد انا نورت العيله، لكن يا خساره طفت شمعيته بدري. انت يا ولد بتبص لي كده ليه يا ولد؟ اياك تكون فاكر انني السبب. ما انت ممكن تسمع كلام الدنيا كلها ما دام انت ابوك. انا لا قلت ولا سمعت، بس مش كان واجب برضو يا بابا تيجي تزوره؟ انت يا ولد هتعلمني الاصول يا ولد؟ هتعلمني الاصول يا ابن المدارس؟ ثم انا مانيش فاضي، يعني عندي هنا هم متلت، عندي مشاكل بعدد شعر راسك. هقول لك ايه، ما انت بتاكل فقدتي محلوله ولا انت هنا يا بابا. انا قصدي اقول. تقول ولا ما تقولش؟ ان شاء الله عنك ما اقول. اما عجايب صحيح، انا حر. اوعى كده، ما تزعلش مني يا سعيد، اصل حموده بقاله مده سايب البيت، عشان كده بابا عصبي شويه. يغيب حموده يبقى عصبي، أظهر قدامه بعد مدة طويلة برضه يبقى عصبي. هو بجد أنا ابنه ولا مش ابنه؟ الله، ما تخلي مخك كبير ومال. ده أنا متهيالي لو مت مش هيزعل عليا. يا ريتني ما جيت، ساعتها لا عاك من عليه ولا يعاك من عليا. كفاية عليه سي حمودة. سعيد ما تقلبهاش غم بقى. قولي إزاي نعمت؟ كل يوم يجي من صباحية ربنا ويفضل قاعد لغاية آخر الليل، لا شغلة ولا مشغلة. باين عليه متخانق مع أبوه.
هو ابوه ده مخوف الناس كلها حتى ولاده؟ ده على بغدار ملوش امان. اشوف فيه يوم. قلبك ابيض يا ماما. قلبي ابيض على الناس كلها الا على عاصم. المهم انت عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. طب والاجازه؟ ما انا قلت بقى اجي اقضي اجازه نص السنه معاكي ولا عايزاني امشي؟ تمشي؟ ده انا ما صدقت ان جيت. يلا هات شنطتك واطلعي اغسلي وشك وفوقي نفسك واحكي لي. ها خالتك اخبارها ايه؟ كويسه قوي وبعتت لك جواب معايا. صحيح؟ مش كفايه اللي هو فيه؟ مش خالي عاصم فسخ خطوبه احمد من سعاد بنته خلاص. اني اولى من الغريب يا ابني؟ ده كان كلام في سعاد غضب. سعاد لاحمد واحمد لسعاد. سيبك انت من الموضوع ده. طالما مش عايزه تكلمي خالي عاصم سيبيني انا اكلمه. لا مدام خايفه على شعور خالي مدحت وساحمد ابنه خلاص سيبيني انا بقى في وشي المدفع واني هتصرف. واني قلت لا لما تسمع ان الخطوبة اتفسخت رسمي بقى تقدم. من ياما قلتلك زمان قلتلي يا ساقط يا ضايع لحد ما راحت من ايدي. ويعني احمد ده احسن مني في ايه؟ عشان يعني معاه حتة بكريليوس لكن ما حلتوش اللضا. وابوه دلوقتي يا ابني عيب عيب الكلام ده. هو الحق دايما بيزعل. سعاد ما حدش هياخدها غيري. واخلع ايدك من الموضوع ده واني هتصرف مع خالي عاصم. يا ابني انت بكده مش هتجيبها البر. بالعكس اني عارف سكتي كويس وعارف خالي عاصم كويس قوي. يا ابني خالك عاصم حافظه حافظه صم. واذا ما فسخش الخطوبه رسمي هيفسخها عشان اني لانني الورقه الرابحه. اني منجم الذهب وخالي عاصم بيحب الذهب. ما تعيطيش ده الدم من توبك. لكن احنا ما نقدرش على حموده وابوه. بلاش تخربي بيتنا. ما تبقيش عبيطه وما تبصيش لفوق. دول ناس ما وراهمش الا الخراب. انا مش هتجوز دي دنيا. يبقى الله يرحمنا لامك واخواتك. يا بنتي فوقي دول كم لاح. ده عاصم بهدلني. يا بابا يا سعدية انت صغيرة وما تعرفيش من هو عاصم الطرشوبي. ربنا هو بالكل ونعمة بالله. يا بنتي عاصم دي يقدر يقتلنا انا امك واخواتك في عز الظهر نهارا جهارا كده ويتوي جثثنا كمان ومحدش يقدر يقول له تلت التلاتة كام ولا يشهد ضده كمان. يا بنتي الله لا يسيبك فوقي وعقالي. بس ده بس ملح ودمه وراخر اللي يقول هيري بلول ويعمى ابوه كان مالنا احنا ومال الموال ده كله. خلينا في اللي شارينا واللي على قدينا وبدل ما تفكري في نفسك فكري في ابوك. يا حرام حرام شبت تتمضمض في التراب بعد العمر الطويل ده كله. يا سعدية ايه قلت ايه اللي تشوفه يا ابا مانيش راجع يا سعيد مانيش راجع. ابوك مالوش عزيز. لما انت تقول كده امال انا اقول ايه؟ ده عمره ما اداني ريق حلو ومع ذلك ما اقدرش اعديه لانه ابويا. انت حاجه تانيه. لكن داني ايده اليمين يقطعها ليه؟ الهروب من المشكله عمره ما كان حل ليها. لازم تواجه مشاكلك بنفسك. اشرب الشاي اشرب ما تتعبش نفسك. ابوك طردني عشان سعديه. ما انت عارف اهو. ارجع حاول تقنعه. أنا مين يا ابني؟ قول يا باسط. قلت لك اشرب اشرب الشاي. انت لو شفته لما هب فيا وشخط ونطر ما تقولش الكلام ده. حاجة غريبة. معقول انت وابويا ولاد الترشوبي الاتنين هنا؟ ساترك يا رب. ده سعيد كمان هنا. استني عندك. خايفة من ايه يا ماما؟ هما يعني هيخطفوني؟ يا سلام عليك يا نعمة. ما بعرفش اخلص منك ابدا. اسمع يا حمودة
قوم تعالى معايا وكلم ابوك بالذوق والاقناع، وما دام هيحس انك بتحبها ومتمسك بيها اكيد مش هيمانع، بس المهم موافقته حموده. انت اصلك ما تعرفش ابوك. ابوك يا سعيد يشتري الحب في سنين، ليه لو كان يعرف او يحس بالحب، لكن يبيعه في ثانيه. رجوع مانيش راجع، وفهمه اذا جرى العم متولي يا ابو عوادين جنس حاجه مش هيحصل طيب، هيبقى هو السبب. حموده ما تكبرش الموضوع في مخك، الابن ما يصحش يهدد ابوه، وبعدين ابوك ما يقدرش يعمل لهم اي حاجه. لا يعمل، يعمل قوي. عارف مين اللي يقتل القتيل ويمشي في جنازته؟ ابوك يا سعيد. على قد ما اني بحبه لكن بخاف منه. اخر حاجه كنت اتوقعها ان انت وابويا تختلفوا. دنيا عجيبه. خليك انت بعيد عن الموضوع ده يا سعيد. ليه بتقول كده؟ من ياما وقفت مع ابوك ضدك، ودلوقتي انت اللي عايز تصالحنا على بعض. عشان مهما يحصل انت اخويا وهو ابويا، والدم اللي بينا عمره ما هيبقى ميه، والضفر عمره ما هيطلع من اللحم. اخذ الشيطان يا حموده، تعال معايا. ما سألتش نفسك يا فالح، ابني سلمى عاوز يشتغل عندك ليه؟ هو يعني من قلة الشغل في البلد؟ غلبان وهو ياكل عيش. غلبان وهو ياكل عيش؟ ما فكرتش انه يكون عاوز يخرف ارض ابوك؟ ما فكرتش انه يكون عاوز يعرف اسرارك؟ انت اصلك لسه عظمك طري. لو شفت منه اي حاجة اني هطرده، وهو قدام عيني هيروح مني فين؟ وقبل ما يتعشى بيه اني هتغدى بيه، وهو قدام عيني اكون مطمن على نفسي اكتر. ما تنساش يا عاصم ان احنا حققنا اكبر صفقه بالطريقه دي. صفقه ايه بقى ان شاء الله؟ دي يا خالي. ايه دي؟ نازل على الاستئناف. ايوه، وبكده ضمننا ان املاكنا وارضنا رجعت لنا، وسواء كان ابويا بقى الله يرحمه متجوز ولا مش متجوز، حسام ده يطلع اخويا ولا مش اخويا، ما يهمنيش. اه طبعا عفارم عليك، طالع لخالك يا ولد. وهو بين ايدي اكون مطمن اكتر، ولو حصل منه اي الاعيب بالشلوت وعلى الشارع، ولا له عندي ابيض ولا اسود. ده انت لو كنت شفته وهو منزل مناخيره في الارض وايهاب بيكلمه كنت قلت ابن خاله بصحيح. ما هو برضه ابن خاله يعني. على كل حال انا قلت كل اللي عندي. خلي بالك على نفسك وعلى فلوسك، فلوسك اللي أنا مكنتك منها بنفسي. اطمن يا خال. ما قلتليش يا عاصم هتسافر تزور مدحت امتى؟ هو أنا فاضي يا عنايات؟ اهو سعيد قال لي ان حالته هتطول شويه. على كل حال البركه في احمد ابنه، اهو قاعد جنبه هناك. مش يمكن محتاج فلوس ولا حاجه؟ ما انت عارف ظروفه دلوقتي. خبر ايه يا عنايات؟ هو احنا قاعدين على بنك؟ ايه هيك؟ اذا كان فيك الله يعافيك. ايوه بس ده اخونا يا عاصم، اخونا ولازم نساعده. انا هسافر واساعده، واذا كان احمد محتاج حاجه لاجل ابوه انا حدها. لا يا ماما، خالي عاصم معاه حق. يعني ايه يا ولد؟ حد كان قال لي خالي مدحت يفلس؟ اهو كل طير بيتعلق من عرقوبه. ولد انت هتتحكم فيا على اخر الزمن؟ لا، مش عشان كل حاجه في ايدك تقوم تتحكم فيا وتذلني. خبر ايه يعني؟ هات ما تهدي امال، الواد ما غلطش. ازاي بس يا ماما؟ ده انا وكل ما املك تحت امرك. سامعي؟ شايفة؟ عشان تعرفي ان احنا قلبنا مش حجر ومش عديم الاحساس لا سمح الله. ربنا وحده يعلم اللي جوه قلبي. انا قصدي يعني اذا احمد جه وطلب فلوس مفيش مانع، احنا تحت امره وتحت امر ابوه، لكن كده انه ياخد فلوس عمال على بطال ملوش لازمة. يا سلام عليك يا خال، يا اعظم خال في الدنيا. ولي انت من الصبح قاعد تمسح لي جوه، اكيد عاوز حاجة. ايوه بس بصراحة اني مكسوف. خير؟ مش حضرتك فسخت خطوبة أحمد من سعاد؟ ايوه. خطوبة ايه؟ هما في ايه ولا في ايه؟ على كل حال الجمل نخ وبني المستخبي، والواد طلع ما حلتوش لا أبيض ولا أسود. خلاص يبقى أني عايز أتجوز سعاد. إيهاب أنا قلت إيه؟ أرجوك يا ماما، ده موضوع بيني وبين خالي عاصم. قلت إيه يا خال؟ قلت لك ما تتكلمش في الموضوع ده. خبر إيه يعني؟ الجواز اسمه نصيب، وبعدين هواني يعني علي احسن من ايهاب؟ يعني موافق؟ لا لا، سيب الامور تهدى وترتاح، وبعدين انتوا لسه صغيرين. يعني سيادتك موافق ولا لا؟ بصراحه يا ايهاب انا مش هلاقي لسعاد احسن منك،
بس انا يعني بقول اخلص الاول من موضوع اخويا وموضوع ابن اخويا، وكمان الم موضوع حموده ورجعه البيت. احنا عيله كبيره يا ايهاب، والناس لازم تعرف قد ايه احنا بنحب بعض وبنحامي على بعض وما بناكلش في لحم بعض، مش كده برضو يا ابن اختي؟ عينيا السلام عليكم يا رجال. سلام الله وبركاته. حموده قدامي على البيت، بكره الصبح تيجي معايا عشان اخطب لك سعديه بنت متولي ابو عوضيه. سعديه يا مرحبا، يا الف اهلا وسهلا. اهلا سعاده البيت، اهلا اهلا سي حموده، اتفضلوا بيتكم مطرح. يا الف اهلا وسهلا، اهلا يا مرحبا، اتفضل يا سعاده البيت، اتفضل يا سيد بهوان. الشمر لا دي دين ده الدار نورت نورت بناسها واهلها يا متولي. ده ايه الشرف الكبير دي؟ عاصم بيت طرشوم وسي حموده في داري؟ ده نبح البقره. بص للكلام، احنا عاوزين بنتك سعدية، بدي اخطبها لحمودة ابني. عندك مانع نبقى انا سايب؟ ده شرف كبير لي. يعني موافق؟ هو انا هلقى سعدية عريس احسن من حمودة؟ ده انت ايه وان ايه يا سعادة البيت؟ ما كلنا ولاد تسعة، واهم حاجة سعادة ولادنا، ووجودك شرف ليا والعظمة لله وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. مبروك يا حمود، ألف مبروك. مشيت ليه بس يابا؟ مش كان لازم تستنى لما نتفق على كل حاجة؟ ماني خلاص خطبتها لك يا حمود. هي الخطوبة كلمة يابا، مش لازم نتفق على ميعاد الخطوبة والفرح وكفة كل شيء؟ بعدين انت بس يا بابا، المفروض كنت تستنى مع عمي متولي لحد ما تتفق على كل التفاصيل. عمك مين يا اختي؟ خلاص بقى عمك. وبعدين انت واخوك جايين تعلموني المفروض واللي مش مفروض؟ خلاص نسيتوا عمكم العيان؟ نسيتوا الهم اللي ورانا يا بابا؟ بس ولا كلمه، روح شوف شغلك يا حمودي، وفي الوقت المناسب يعني هخلص لك كل حاجه. المهم تعرف ان سعدية ليك وانت ليها، لاجل ما قلبك يطمن وما تزعلش من ابوك مره تانيه. يا بني اسمع الكلام، واحنا اللي هنعيد ونزيد، وما خلاص اتلم المتعوس على خايب الراجل. هي دي كلمه مبروك يابا؟ ايه اهم حاجه تجنن بصحيح. خلاص يا حموده، مبروك يا حموده، ربنا يتمم بخير. المبروك ايش فتكسر كلمتك معايا يا متولي؟ طيب يا ويلك يا سواد ليلك مني يا متولي يا ابو عوضين. ليه عملت كده يابا؟ هو مش قالك لما جيلك ورفض؟ وارفض ليه وانا شايفك مقهوره ومن يوم هتبعتك على خدي؟ اميل بختك ليه؟ وتفتكر عاصم الطرشوبي هيسكت؟ يسكت ولا ما يسكتش، انا عملت اللي يخلص ضميري من ربنا، واللي يحصل يحصل. يابا يابا ده عاصم الطرشوبي. دهدين مالك يا بيت؟ انت مبسوطه ولا زعلان؟ خايف عليك يابا. خايفه؟ قال هيسخطوك يا قرد يعملوك ايه؟ غزال وماله لما ابقى غزال. امشي
امشي انت هو شوف شغلك امشي ولا هخصم يومية من كل واحد فيكم انتوا فاهمين ولا لا؟ صباح الخير يا هبي. صباح الخير؟ الشمس طلعت وتقول لي صباح الخير؟ اتأخرت ليه؟ على ما استنيت عربية الأنفار جت وجيت معاها. وليه ما تاخدش عربية تاني؟ يعني العربية تعطل يقوم الشغل يعطل؟ حاضر. مش حاضر وبس، من نجمة تكون هنا لحد غروب الشمس. مذاكرة. مذاكرة؟ مذاكرة ايه يا حبيبي؟ انت بتاخد مني 150 جنيه في الشهر، يعني مش هتاخدهم بالشهادة اللي انت حريص عليها دي. حاضر يا هبيب. اسمع ما اقولك، اي حاجة تحصل هحاسبك انت وهحاسبك حساب عسير قوي، مش هرحمك. حاضر. تباشر الانفار وتاخد المحصول بنفسك على العربيات، وتباشر دخوله بنفسك لحد المخازن، فاهم ولا لا؟ وإلا بقى لو ما فهمتش هفهمك بطريقة تانية. فاهم يا هبي؟ ايوه افهم كويس، يا اما بقى ما عنديش الا دي. بس ده كان زمان ودلوقتي، فاهم؟ ودلوقتي يا حبيبي، ما هو الواحد لو ولنا على املاكه لحظه واحده كله هيقعد يشرب شاي. ما هو في ناس كده، ما تجيش الا بالقربان. ان شاء الله مش هتحتاج، واطمن على الشغل. قصدك اطمن على املاكي واملاك ابويا، مظبوط؟ مظبوط. طب يلا يا حبيبي بقى، يلا امشي شوف شغلك، امشي. الله، انت بتبص لي كده ليه؟ بقول لك امشي، يلا امشي. رحتي لحد فين يا ست مام؟ ها؟ رحتي لحد فين؟ امبارح. امبارح؟ عاصمة الترشوبي. تاني؟ من ساعة ما شفت عاصمة الترشوبي امبارح كنت عايزة اطبق في زمارة رقبته. الغل اللي كان جوايا من سنين، قد النار جوا قلبي يا نعمت. يا ماما انسي الحقد والكره، حربي الشر بالخير، بصي لبكرة، انسي امبارح وبلاوي الماضي كله. انسى امبارح؟ انسى عمر اللي ضاع مني؟ ما اقدرش. انت اصلك ما تعرفيش حاجه. اعرف ولا ما اعرفش، المهم انك تعرفي حاجه واحده، اللي بتفكري فيه ده ضيع للعمر والصحه. حرام تعيشي مخنوقه جوه الحقد والكره، حرام تضيعي حياتك جوه فكره الانتقام اللي بقت جزء من حياتك، ما كانتش حياتك كلها. نعمت، ما تحاوليش تاثري عليا. يا ماما انسي. انسى؟ ما اقدرش. بكره تتفرجي عليه وانا بلعبه على الشناكل. لازم يشرب من الكاس اللي سقني منه، لازم اطعنه بالخنجر اللي طعني بيه انا وابوكي. يا ماما دوري انت على كتبك ومذاكرتك، مالكيش صالح باللي بيحصل. يا خساره. عارفه يا ماما لو بابا عايش كان نسي كل حاجه. أبوكي ضاع مني وأنا في عز شبابي، والسبب عاصم الترشوبي الظالم الجاحد المجرم اللي راح ما بيرجعش، لكن يتعوض. أنا كان ممكن أخلص عليه من زمان، لكن خفت عليك أنتي، فكرت فيك أنتي. أنا كان ممكن أقتله وأدخل السجن، لكن كنت حسيبك لوحدك وأنت لسه عيلة ملكيش حد يا ضنايا. طب كويس ان انا اللي كنت السبب اللي منعك من الجريمه زمان. ده كان زمان، زمان لما كنت انت لسه صغيره، كنت طوق مربوط في رقبتي مش قادره اتحرك منه السنين دي كلها. لكن دلوقتي خلاص انت كبرتي وعديت بيكي بر الامان، يعني ما عادش يهمني.
والحساب قرب يا عاصم يا ترشوبي، قرب قوي. هقول يا ماما كل الحقد والكره ده جواكي. هقول اتفضل ادي جواب الحجز. السرعه دي بنك ودانا مش قادرين يصبروا لغايه لما بابا يخف. ايه هما ما صدقوا؟ خلاص مفيش رحمه. مدحت بيته لعمره خير وعلى الناس كلها، لكن تقول ايه بقى في الزمن؟ خلاص يعملوا اللي هم عاوزينه. يعملوا اللي هم عاوزينه ازاي بس يا ابن اخوي؟ يعني ايه يا ابني؟ ما تتصرفش في حاجه، هي حصلت. اسمع، خليك انت بس جنب ابوك وما تعملش اي حاجه لحد لما اجي. سلام عليكم. لك اخويا تتباع برخص التراب للبنك والدياني. هو يعني كان البنك اقرب له مني بوحه اولى بلحم طور. انت بتكلم نفسك ولا ايه يابا؟ لا ابدا، انا بس صعبان عليا عمك. عم متولي؟ متولي مين يا ابني؟ حماك انت؟ عمك اللي رايد في مصر. هو حصل حاجة جديدة؟ أملاكه حطير، قصدي يعني هتتباع في المزاد العلني. مش كفاية إنه رايد في المستشفى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يابا يابا خليك معايا شوي. خير؟ ما قلتليش يعني أقول إيه لعم بتولي؟ الله بقى، هو إحنا اللي هنتمسى بيه؟ هنصطبح فيه؟ ما تنسى الحكاية دي شوي. لما عمك يقوم بالسلام ونطمن على فلوسه. خلاص مستعجل على الفرح قوي يابا؟ انت ما يردكش اخش واخرج عندهم كده وانا حتى ما شبكتهاش بدبله؟ حرام اجيب لهم واجيب لي الكلام. اخس اخس عليك يا حمودي، ما دي اخر تربيتي فيك. انت بتزعل بالحق ليه يابا بس؟ طب يلا روح شوف شغلك وما تجيب سيره الموضوع ده تاني، وفي الوقت المناسب هنبقى نقعد على سعديه. يلا واسمع، اهمد كده اهمد وقول للمتولي عمك ده اهمد هو راخ. يلا اللي تشوفه يابا، اللي تشوفه لما اشوف اخرتها. انا هعرف ازاي امشيك على عجين انت وابن عوضين في يوم واحد؟ الو عنايات. بس شوف شغلك اللي بتاكل منه عيش احسن يا شاطر. انت لسه شفت مني حاجه يا ابن سلمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. على فين؟ مسافر مصر، مش معقول اسيب احمد لوحده. مال كنت جاي ليه؟ جاي اشوفك واطمن عليك. لا فيك الخير. بقول ايه يا سعيد؟ انا اللي هسافر، خليك انت. هتنزل مصر تعمل ايه انت وابن عمك؟ هتقعدوا تولولوا زي حريم المندبه؟ المسألة عايزة حل أحسن، بعدين كل حاجة تضيع واسم عيلة الترشوبي يهتز. يعني حضرتك ناوي تساعد عم مدحت وتصلح غلطتك؟
انت بتقول ايه يا ولد؟ انا غلطت؟ انت اتجننت؟ انا اقصد. تقصد ايه؟ ما تتكلم. متهيالي ان عم مدحت كان جه هنا قبل كده وطلب مساعدتك. لا ما تبصليش كده، لا خزق لك عينيك الاتنين. اوعى تبصلي بصه عينين اخوالك، انت فاهم؟ وان كنت فهمت كده تبقى غلطان. مدحت ده اخويا، ابن ابويا وامي، والبني ادم لما بيقع بيقول اخ، لا بيقول ابن ولا بيقول اب. يعني بس حبيت يخرج من ورطته لاجل ما يتعلم يعتمد على نفسه. ما كنتش فاهم ان الحكايه هتوصل عيا ومستشفي وبنك وديانه، لكن انا في الاخر كنت هساعده برضه. فهمت يا فالح؟ اللي تشوفه يا بابا. ايه يا عاصم؟ اخويا مدحت جراله ايه تاني؟ انا ما فهمتش منك حاجه في التليفون. ايه مالك داخله كده من غير لا سلام ولا كلام؟ قلقان، ده اخونا برضه. اطمني على مدحت. بس احمد اتصل بيا وقال لي ان البنك حجز على كل امواله واملاكه، يعني اتفضحنا يعني. هات، ما انا قلت لك نساعده من الاول، انت اللي مرضتش. المهم دلوقتي ننقذ اسم العيل. وبعدين اني كنت هساعده؟ مين قال يعني انني ما كنتش هساعده؟ بس كنت هساعده في الوقت المناسب. وناوي تعمل ايه دلوقتي؟ هنزل مصر دلوقتي حالا. هاجي معاك. تيجي معايا بس تعملي ايه يعني؟ ايه مدحت رايت في المستشفى ومش دريان بحاجه. اهو اشوفه واطمن عليه. المهم دلوقتي ان احنا نحافظ على امواله واملاكه. وبعدين هتنزلي مصر تعملي ايه؟ تشحططي ما بين البنك والديانه؟ معقوله دي يعني؟ لا خليك انت، انا اللي حساف. يا سعاد، سعاد. بابا ازيك يا عميتي؟ اهلا يا حبيبتي، انت فين؟ محدش بيشوفك. اصلي بذاكر. ربنا معاك ان شاء الله تنجح يا رب. بقول ايه يا سعاد؟ عاوزة حاجة من خطيبك احمد في مصر؟ مساء الخير يا ماما. مساء النور يا حبيبي. ده اللي انا كنت خايفه منه، ده اللي انا كنت عامله حسابه وما صدقتنيش. انا مش فاهمه انت ازاي قابل على نفسك الاهانه دي كلها. يا ماما اصبري، دول كلهم من قش، عاملين زي السمك اللي بياكل في بعضه. وبعدين بقى انا مستحمل بمزاجي لحد ما اوصل لحقي. حسام يا ماما ما تخافيش عليا، ده بيتهم من ازاز وان شاء الله مش هيستحمل طوبه واحده. ده انا عرفت عنهم كتير. مذاكرتك يا ابني. اقوم اغسل وشي واكل لقمه وبعدين اقعد اذاكر. انا مش عارفه ايه اخره الشحططه دي. خير يا ماما، خير ان شاء الله. عشان نوصل للورد لازم ندوس على الشوك. ورد ايه بس؟ الحق، الحق اللي ما يموتش طول ما هو رام طالب. اهلا 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 بيك يا عمي، اتفضل. ازاي ابوك دلوقتي يا احمد؟ الحمد لله، مع انه مش في وعيه خالص. تقارير الدكاتره بتاكد ان علاجه هيطول، ويعالم بيه. اتفضل. ان شاء الله بكره يخف ويقوم بالسلامه باذن الله. حبيبي اخويا، انت كمان لازم تعرف انك انت مش زي ابني وبس، انت ابني وجوز بنتي. وعلى فكرة سعاد خطيبتك بتسلم عليك. الله يسلمها. تسلم يا حبيبي. بس ما قلتليش يا أحمد، أنت ناوي تتصرف إزاي وتعمل إيه في موضوع الديون والديانة؟ الحقيقة يا عمي مش عارف، ما عنديش دماغ أفكر في أي حاجة دلوقتي غير في مرض بابا وبس. صح يا ابني صح، بس برضو مهما كان إحنا مش هنقف ساكتين كده وأبوك مرمي في المستشفى لا حول ولا قوة. لا، ما هو من الناحية دي مفيش مشاكل، لأن بابا عامل لي توكيل عام بكل حاجة. وعمل لك توكيل؟ أيوة، بس أنا ما عنديش مخ بقى أفكر في البنوك والديانة والأراضي زي ما قلت لحضرتك دلوقتي. أيوة يا ابني أيوة، بس برضو مهما كان الناس مش هتسكت على حقوقها لغاية لما أبوك يخف. عالم ما عندهاش أخلاق. ما تظلمش الناس يا أحمد، مش كل الناس زيك وزي وزي أبوك. ايه ربنا يشفيه. بس انا عندي حل. الحقني بيه يا عمي. انا هتصدر لهم وهقف لهم، ولا يكون عندك انت اي فكره. انت خليك جنب ابوك وسيبني انا عليهم.
ايوه يا عمي، يعني لمؤاخذه يعني هتتصدر لهم بصفتك ايه؟ بصفتي عمك واخ ابوك. انت عارف كويس يا عم ان ده ما ينفعش. اه صح. طب قول لي، هو مش عامل لك توكيل؟ خلاص اعمل لي انا كمان توكيل، وبكده ابقى عمك ووكيلك ومش هيقدروا عليا. مش فاهم. يا ابني اعمل لي توكيل رسمي، انت لسه عظمك طري، سيبني انا اقف قدام الديانه قدام البنك، واذا كان في عجز لا قدر الله انا سدده من جيبي، واذا كان في زياده خدها. يعني كل حاجه هتتباع برضو؟ لاجل ما نسدد الديون، بس بيع عن بيع يفرق. البنك ممكن يبيعه فطيس، لكن احنا نبيعه على مزاجنا بالثمن اللي احنا عاوزينه، واذا فضل حاجه اهي ليك. ها قلت ايه؟ اللي تشوفه يا عمي. ايه على فين؟ رايح المستشفى عند بابا. طب خدني معاك، انا كمان لازم اشوفه، احنا بكره قدامنا مشوار طويل، لازم نروح للمحامي وبعدين نقابل الديانه وبعدين نروح البنك. ايه هم ما يتلم. يلا سعدي سعدي، ما تعمليش معايا كده يا سعدي. ابويا اول ما يرجع من مصر هيكلم ابوكي في كل حاجه. سعدية سعدية معاه حق برضو، ما ابويا لا قطع عرق ولا سيح دم. ما تسألنيش. طب افهم بس ايه اللي حصل. كل شيء اسمه النصيب، والنصيب اللي ما يصيبش هنا يصيب في حتة تانية. يعني ايه؟ مش فاهم يا ابني. ما تخلينيش اتكلم، ده انا عندكم لحم عايز اربيه، ده اللي غلبان، والغلبان يا ولدها مكسور الجناح لا يقدر يهش ولا ينيش. يا بابا بتولي اتكلم وفهمني، ايه اللي اتغير بين يوم وليله؟ الناس كلها بتتكلم بس انا ما صدقتش، وجيت لك لاجل تفهمني وترسيني. حمودي مالكش دعوه بيني، لا احنا نعرفك ولا انت تعرفني، وسعديه مش ليك ولا انت ليه. يعني كلام الناس صحيح؟ صحيح. سعدية اتخطبت خلاص، ولبس الشبكة زيدان ابن عواس الناغي، والفرح يوم الخميس الجاي. ده مش ممكن يحصل ابدا. ليه يا بابا تولي؟ ليه تغير كلمتك مع ابويا ليه؟